ترى انت تعرف بالك يا اخي انت تقبل شيء فرقتي انت كلها بكره اتوقع الحمد لله حقك حقك احنا قبل لحظه بارك الله فيك دكوا بعدين هي الله بركه يا ابي الله بركه والله والله وجهك تكون اقوى كويس والله لا لا تقول الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب يبشر بمغفرة وأجر كبير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون وأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فقالوا إنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا منهم من لو يشاء الله وتعلموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن فصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضرب الله منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوى اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لمسنا على مكانتهم فما استطاعوا أن يبصروا ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما حملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يحيي بقدر على أن يخلق له بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله
اللهم اقسم لنا ما نشهد كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين. ولا ليال أبطا جودا ولا شينا الله ونحرست خف والبن قبرنا والسوايا عن إذن لا يهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قف ولو بحا كدلاشا إن قرنا وكسوايا عمل كان عمل كان وناجي قبرنا كسوايا حسابا كسوكيس وحان إلهي كبرينا كوردا ولا شينا ما انت قبري عنك انه الهي قبري هذا قبري جناد ولي وان الهي ولي قبر نار بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان مهم اخ الهي قم سلطي وحما انت اتسوبني من اسكا انا حاجي محمد او كترسن بهذا الصحافه الصوماليه قال هنا يبقى فرسل تي في كم العيد أنا شقيين شرتين وزارة مالية ده، هل كان نسوي قرتي نسيب هناك مدرب كده بنتين اللي شوبتي هبين هبين هذا كم إذا ها أي سكة لسا لو بسوا جودي وايو حي قفت عذر آد وحن وقاس طريقها عذر كاس وحنول آد وبلارن درتيس يعني أي كانتو إني أقول بطي marka dadaal weyn oo anagoo qurbahan joogna aan sameeyney kadib maanta ayaynu aasnay kullu nafsin dha'aqata al-maut quraanka ku sheegay quraanka quraya nin walba uu dhimanayaa hadii nolol jiri lahaa amba la noolaanayo haddii nabi maxamed baa joogi lahaa hadii nolol jiri lahaa nabiga xijaabtii nabi maxamed meel uu ka tagay nin hiraay ma laha taa aan ku wada qaadano nin walba walaalkiis ama walaashiis inuu xaq dhowro xasnimada iska ilaalino حنت إسكيل علينا لعب إسكيل علينا إسكوب قلب فرنانو أن أجانا مشهد كهدي سيد مشهد كل أرني سيد مشهد عدو قد بعثك سمين سيد سبع السماوات اللي باخد إلهي كرم كذا على عنيا مركب وش هسن قلينا هذا واكنا نقول بمال تيسوي إلهي وحلينا قبر هذا واسع ودي قو إيه الذي خراب دي والدين تي أي كت تكتي يبقى هذا صحافة ده مد الصومالي لنا وحلينا سمر إيمان الله كسيو gaarha waxaan tacsi u dirayaa hooyadeed oo muqdisho ku dhaqanay aabeed waxaan leeyahay haddii gabadhiini hana ahayd dimeeshii aan aadi lahayn bay noogu sii hormartay maahane waan wada socnaa ilaahayna hana wada cafiyo dibigeedan allah u dhow صدق الله العظيم. هني جرجيد رونتاي ماتي عاو جرجيد رونتاي كوي نيسا هني waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay qabriga waasiciyo inuu dambi dhaaf ilaahay uga dhigo inuu ilaahay jannada firdaws uu ka waraabiyo ilaahay ka baryana kulay meeshaan qof walba ayaa u dambeyn doonto meesha la wada aadi doono marka xabareerteeda hadda la joogto jidiin oo norway uga soo safartay marka sawir imaan allah naga siiyo dhammaan deen ilaahay ilaahay xristo qabrigeena ilaahay subxaanahu wa tacaala ha waasiciyo
والدينتين إن شاء الله الصبران وضدها وقوة سؤالنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مرك إن شاء الله صبر كان لقود ذلك هذه يعني غير نحن الله يهيد ولا شيء هني إلا يوحانو قبرينا إنو جنة الفردوسة سيو كنتي كلي تدك شمالية في انت آسك قيم بشنا وحان الله يهيد ما شاء الله وضي صعداء ولا شيء نعني شكعة فيني إن شاء الله هذا ما سنت كيف كان لكل من الهلمانت